العلم والعرضة السعودية واليوم الوطني، مثلث فرحة ارتسمت على وجوه أيتام الجبيل بدعوة من شركة الزامل للأغذية للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني. سلمان يا وجه السعد، وتحت راية سيدي سمعا وطاعة، وسارعي للمجد والعلياء. كلمات رددها الجميع انتماء وولاء للوطن وقيادته في يومه الخالد. كل عام والوطن بخير. كل عام والوطن بخير. دام عزك يا وطن. وفاء القطاع الخاص بمسؤوليته المجتمعية يعزز حيوية المجتمع وتكامله في مدينة مثل الجبيل الصناعية. انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية، وجهت شركة الزامل للصناعات الغذائية دعوة لجمعية أيتام الجبيل بمشاركتنا في احتفالنا وفرحتنا باليوم الوطني، ومن هذا المنبر أرفع آيات التهاني المولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بهذه المناسبة السعيدة. وكل عام والوطن والأمة بخير وهمة حتى القمة. شمل برنامج الاحتفال توزيع الهدايا وعدد من المطويات عن مفهوم اليوم الوطني وتعزيز قيم الانتماء لهذا الكيان العظيم. سعيد الشهراني، الإخبارية، الجبيل الصناعية.